الأعمال العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية. عملية عسكرية واسعة النطاق تنفذها القوات اليمنية بمساندة المقاومة الشعبية لتحرير عدد من المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية جنوب البلاد، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من صفوف الميليشيات. القوات اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل الصيبارة بمركز مديرية الوازعية غرب مدينة تعز بمساندة طائرات التحالف العربي. في غضون ذلك حررت قوات الجيش الوطني عددا من المواقع بمحافظة الجوف شمال البلاد من قبضة الميليشيات الحوثية، وسيطرت على منطقة العقبة بالكامل خلال العمليات العسكرية الرامية لاستكمال تحرير المديرية. في المقابل أطلق الحوثيون صاروخا على المجمع الحكومي بالجوف أثناء زيارة وفد حكومي موال للشرعية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. سياسيا أعلنت جماعة الحوثيين أنه تم التوافق على استمرار التهدئة على طول الشريط الحدودي مع السعودية بما في ذلك جبهة ميدي الحدودية على البحر الأحمر، ووقف الأعمال العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية كخطوة أولى، بالإضافة إلى استكمال ملف المفقودين والأسرى وتبادل الكشوفات بشأنهم. كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد صرح أمس بأن ممثلين عن جماعة الحوثيين وصلوا السعودية لإجراء محادثات مع المسؤولين بهدف تطبيق هدنة تمهيدا لبدء محادثات السلام في الكويت في 18 من إبريل الجاري برعاية الأمم المتحدة. من جانبه أكد مستشار وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري أن سلوك إيران لا يخدم الاستقرار في المنطقة ويتنافى مع قواعد الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها تسعى إلى إطالة أمد النزاعات في الدول العربية عبر دعم ميليشيات مرتبطة بها. وأوضح عسيري أن تصرفات إيران في اليمن تعكس تحديها للقرارات الدولية بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى اليمن، ما يؤكد رغبتها في إطالة القتال ومنع الفرقاء من التوصل إلى حل سياسي، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يمنع إرسال أسلحة إلى الميليشيات اليمنية المتمردة. كانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أنها طردت سفينة أسلحة إيرانية في 28 من مارس الماضي. اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وقد قام المستوطنون بجولات مشبوهة واستفزازية في الأقصى، بينما تولى أحد الحاخامات المتطرفين تقديم شروحات أسطورية حول الهيكل المزعوم. وتعمد المقتحمون ارتداء زي ديني تلمودي للمسجد تمهيدا لعيد الفصح العبري، في حين تصدى المصلون وطلبوا مجالس العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير. وكان مستوطنان قد حاولا التسلل أمس إلى المسجد الأقصى من باب الملك فيصل، بينما كان يرتديان زيا عربيا وتم تسليمهما إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وسلطات ناغورني كارايانغا يدخل حيز التنفيذ بعد معارك أوقعت 64 قتيلا خلال 4 أيام. شريف إسماعيل يؤكد أن التنمية المستدامة تمثل أهمية متقدمة لدى مصر، مما دفع الحكومة لإعداد استراتيجية 2030 كخارطة طريق للتنمية. وفد من النيابة والشرطة يتوجه اليوم لإيطاليا لاستعراض تحقيقات مقتل المواطن الإيطالي ريجيني. اليونان تعلق ترحيل اللاجئين لتركيا بمقتضى اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. وتركيا تعتقل عشرات المهاجرين أثناء محاولتهم عبور بحر إيجا.
ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. التفاصيل مع الزميلة حنان الخولي. إليك حنان. فدا وصحر، شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الاقتصادية من بانوراما النيل وأبرز ما فيها. التموين تحظر الإتجار في القمح المستورد بدلا من اليوم، بالتزامن مع إعلان فتح باب استلام القمح المحلي منتصف الشهر الجاري. مع التفاصيل، حيث قررت وزارة التموين حظر الإتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من الوزارة، على أن يسري القرار بدءا من اليوم. وقال وزير التموين الدكتور خالد حنفي إن القرار يلزم مستوردي القمح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار. ونبه الوزير إلى أن المخالف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة. في السياق ذاته، أعلن وزير التموين الدكتور خالد حنفي نجاح تجارب تشغيل 25 صومعة لتخزين القمح والغلال في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وبطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن ضمن المشروعات التنموية الإماراتية في مصر. كانت وزارتا التموين والزراعة قد اتفقتا على فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين ابتداء من منتصف الشهر الجاري ولمدة 3 أشهر بسعر 420 جنيه للأردب، على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط بالحيازات الزراعية واختياريا. ما زلنا في وزارة التموين، ومن جهة أخرى قال وزير التموين إن الوزارة قد تلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر في حالة استمرار ارتفاع الأسعار في المناقصات. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قد ألغت نهاية مارس مناقصة عالمية لشراء كمية لم تحددها من الأرز دون إبداء أسباب، بينما طرحت مناقصة جديدة لاستيراد الأرز من المفترض البت في عرضها المقدم من الشركات غدا الخميس. وقد حظرت مصر تصدير الأرز بداية من الاثنين الماضي لتلبية حاجات السوق المحلية والمحافظة على استقرار الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة الفترة الأخيرة. نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نفى نية الحكومة رفع الدعم عن الطاقة ورفع أسعارها عن المواطنين، مشيرا إلى أنه لا مساس بأسعار الكهرباء والطاقة للفقراء ومحدودي الدخل. وأوضح المركز أن إعادة تسعير المنتجات البترولية سيتم من خلال برنامج الحكومة المعلن في 2014 لترشيد دعم الطاقة خلال 5 سنوات، مؤكدا أن الحكومة وضعت عددا من الخطط المحددة لدعم الغذاء وزيادة مخصصات التعليم والصحة وخدمات النقل. ونفت وزارة التموين ما تردد عن زيادة أسعار السلع الخاصة بمنظومة التموين، مشيرا إلى أن ما تردد عن تخفيض حجم الدعم الموجه للأسرة وإلغاء نظام سلع نقاط الخبز عار تماما من الصحة. أعلنت وزارة الإسكان أنه سيتم بدء سحب كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعية السبت في 23 من أبريل الجاري بدلا من الجمعة في 22 من أبريل، على أن يتم بدء التقديم في أول مايو المقبل. وأوضحت الوزارة أنه سيتم بيع كراسات الشروط الخاصة بالحجز في جميع فروع مكاتب البريد بالمدن والمراكز ومقار أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية. وقد تم استبعاد فروع بنك التعمير والإسكان نظرا لانشغالها ببيع كراسات شروط حجز أضخم طرح لأراضي القرعة.
من ناحية أخرى، قال وزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولي إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي قد وافق على تعديل مقترح موازنة الصندوق للعام المالي 2016-2017 من 33.5 مليار جنيه إلى 61 مليار جنيه. نتحول للبورصة المصرية والتي انخفضت مؤشراتها بصورة جماعية خلال تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو ملياري جنيه. دفعت موجة خفض التصنيفات الائتمانية هذا العام تصنيفات الدول الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد على 14 عاما، كما زاد عدد البلدان التي تواجه المزيد من الخفض لمستويات قياسية. وأظهرت بيانات وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن خفض تصنيفات منتجي السلع الأولية ودول مثل بولندا في الأشهر الأخيرة قد دفع متوسط تصنيفات كبرى الدول التي تصدر أدوات دين بين الأسواق الناشئة إلى ما دون BB+ مسجلا أدنى مستوى له منذ 2002، وتمثل هذه الموجة واحدة من أشد موجات إجراءات التصنيف السلبية على الإطلاق. بموجات التصنيف الائتماني وصلنا مشاهدينا لختام هذه النشرة الاقتصادية، شكرا للمتابعة، عودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما النيل مع غادة وسحر، إليكم. شكرا حنان. يتوجه اليوم رئيس أرمينيا إلى ألمانيا في زيارة رسمية للاجتماع مع مسؤولين ألمان في الوقت الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وسلطات ناغورنو كارباخ الانفصالية حيز التنفيذ. ويشهد الإقليم الانفصالي هدوءا نسبيا مع صمود الهدنة المعلنة مع أذربيجان على الرغم من وقوع بعض الخروقات الطفيفة. يأتي ذلك فيما دعت عدة دول ومنظمات عالمية كلا من أذربيجان وأرمينيا لاحترام الهدنة والعودة إلى عملية سياسية على أساس وقف دائم لإطلاق النار لإيجاد تسوية لهذا النزاع الذي أوقع 64 قتيلا خلال 4 أيام. فاز بيرني ساندرز على هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية واسكونسن شمالي الولايات المتحدة، بينما فاز تيد كروز على دونالد ترامب في المعسكر الجمهورية. وبحسب النتائج الجزئية حصل ساندرز على 55% من الأصوات، في حين حصلت وزيرة الخارجية السابقة على 44%. وفي نفس الولاية حصل الجمهوري تيد كروز على نسبة 51% مقابل 33 لصالح منافسه دونالد ترامب، بينما جاء حاكم ولاية أوهايو جون كاسك في المرتبة الثالثة بنسبة 14%. وقد سارع الملياردير المثير للجدل إلى اتهام منافسه بالغش والتواطؤ مع القيادات التقليدية للحزب الجمهوري لمنعه من الحصول على ترشيح الجمهوريين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. بانوراما المستمرة معكم وفيها بعض أخبار الرياضة. الاستثمار في مجال المطاعم والأغذية وجهة آمنة لرجال الأعمال في العراق. للزميل محمد عاطف. في العاصمة العراقية بغداد يضخ رجال أعمال ملايين الدولارات للاستثمار في مجال المطاعم التي تعد مجالا اقتصاديا آمنا. وتعمل الحكومة العراقية على تنشيط ذلك الاستثمار من خلال إعفاءات ضريبية كبيرة للمشاريع الجديدة وسرعة منح تأشيرات لدخول العاملين الأجانب في هذا المجال. ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. شريف إسماعيل يؤكد أن التنمية المستدامة تمثل أهمية متقدمة لدى مصر، مما دفع الحكومة لإعداد استراتيجية 2030 كخارطة طريق للتنمية. وفد من النيابة والشرطة يتوجه اليوم لإيطاليا لاستعراض تحقيقات مقتل المواطن الإيطالي ريجيني. اليونان تعلق ترحيل اللاجئين لتركيا بمقتضى اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي،
وتركيا تعتقل عشرات المهاجرين أثناء محاولتهم عبور بحر إيجا. انتهت النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.